من حقنا، هل لأنه سؤال مشروع باش نسأل على غياب الشباب في القوى المعارضة، غياب تام تقريبا، من حقنا باش نسأل السؤال هذا ولا؟ تبع من حق انك تسال السؤال كما دايا. هو سؤال مطروح بشده، يطرح نفسه بنفسه ان صح التعبير. ربما في شيء، وكذا قلت لك انه العشريه الانفتاح السياسي قد اضرت بالحركه الطلابيه، لانه يعني من الطبيعي جدا ان تتراجع النضال الطلابي في اوضاع الانفتاح السياسي. ثم انه حتى الزخم الفكري عند الاحزاب الايديولوجيه اليساريه واليمينيه، حركه النهضه والوطد وغيرهم، قد تراجع بشكل كبير ليفسح مكانه للسياسي الحساب الفكري والتنظيري وحتى النضالي. هذه نقطة. النقطة الثانية عندها علاقة مباشرة أيضا بالمنظومة التعليمية ككل. المنظومة التعليمية، نحب نحط حاجة في مخاخنا، المنظومة التعليمية تمشي وتتراجع، ما بدأت تتراجع منذ عقود، وبالتالي كلما تقدمنا في الزمن كلما طرأ على هذا على هذه المنظومة المزيد من التراجع، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على المخرجات التعليمية، على الحركة الطلابية في نهاية الأمر. ثم أنه الطلبة في نهاية الأمر هم جزء من الشعب. شو معناها جزء من الشعب؟ بمعنى أنهم أيضا عرضة للقصف الإعلامي، عرضة للتضليل الإعلامي، التضليل الإعلامي القائم أساسا على الفصل بين المطلب التحرري ومطلب توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن. في الحقيقة هذا الفصل بين المطلب التحرري والفصل بين توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن هو فصل سلطاني، أو فصل أنتجه الفكر السلطاني أو الفكر السلطوي من أجل عزل المعارضة السياسية عن عمق الشعب. ثانيا لازم نعرف أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ثانيا أو ثالثا حاجة مهمة تتعلق بضرورة توفر الحد الأدنى من منتخبات الحرية حتى نستطيع المطالبة بالخبز. المطالبة بالخبز نفسها تحتاج إلى مطالبة بالحرية. الهياكل النقابية مثلا لا تستطيع أن تتحرك وتدافع عن أشرائها دون حد أدنى من الحرية. ثم أنه قيس سعيد ليس من تينة الدكتاتور مثلا لي كوان يو الذي صنع نهضة سنغافورة، أو جون جي صنع نهضة كوريا الجنوبية حتى ننتظر الثمرة الاقتصادية لاستبداده. قيس سعيد بعيد عن هذا تماما. قيس سعيد فاقد لكل رؤية إصلاحية حقيقية. لو قمنا بعملية جرد للمراسيم التي أصدرها قيس سعيد نجدها كلها تدور حول القانون الانتخابي، القروض، التسميات وتعيينات، كلها تدور حول التحكم في الدولة لا إدارة الدولة. ثم أن العقلية التي تحرك قيس سعيد هي عقلية ريعية، عقلية الريع، عقلية الريع. هو لا يتحدث عن إنتاج الثروة بقدر ما يتحدث عن توزيع الثروة. هذا هو تقريبا. نعم.